اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا اليوم اخوتي جينا نشوف شي حاجه خاصه للدار وبغينا نشاركوها معكم، ونتمنى تقبلوا علينا وشكرا لكم بزاف. وكما كتشوفوا اخوتي اي حاجه ديتيها للدار تكون زوينه. هذه شبكه د المواعن عند تمايا فيها جوج طبقات، هنا بلاصة البصل بلاصة السيسان تمايا. دينا هذه المبخرة باش نبخروا بها داكشي اللي جا من الاخ من طنجة. تمشي للدار ونفتح معكم كل شيء. هذا هو المحل ديالنا، المحل ديالنا كنجيو عندهم نتغداو منه. صحياتي ليه مسكين. سلام اخوتي، مرحبا بكم في مسيرة عنده واحد. هذا داكشي غزال والله الا من ما قلبتي كاين اخوتي. ان شاء الله انتم معنا ان شاء الله تنصبوا. الله، احنا اخوتي وصلنا وهذه الشبيكه ديالنا وغادي تجي فوق البوطه اللي زينا. قسما بالله اللي كانت اخوتي قاتلاني غير بلاصتي. كي جاتك هذه؟ زوينه برك مسعود. الفران ما تيتستاتش الما كسكو ما تسكو وتهاد. جبت ندير هاي الوكيرة صبيت معاك. هذا ديكورا. تبارك الله على خوتي المشاهدين، كي دابسة ولاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير نتوما وبيداتكم، وعيدكم ان شاء الله وقرب اخوتي. عيد كبيرة هو جاي اخوتي، جاي جاي كيسر. الله يدخلو عليكم بالصحة والسلامة. وباش كنتمناو نتوما وليداتكم والحدا ديالنا ولي ولولا لا مريمية السبعة والله ما عندي خبر لا لا غادي نشري ولا شبكة ولا حتى شي حاجة. حتى زاد شتي من حيزة مسكوت بحال تقشرو. هاني شوف، هاني شوف كدا فهمتي. كدا داكشي اللي بغيتي داخل. والله تعالى يسهل عليكم خياتي كيما فرحتي لوليداتي. هادشي كلو بالفضل ديالكم اخوتي، قسما بالله الا كلشي بفضلكم. وشكرا ليكم، والله يكبر بيكم، الله يجعل ربي يحفظكم. هذا مو يحفظكم يا سيدي. الثلاجه جديده شنو تقول؟ الدجاج شتي. بيني وما مريم، بيني من خوتنا المشاكل. هذه السرد ديالي. هذا الثلاجه يجي زوين حتى هذاك الثلج ميكا. ايوا خوتي شويه بشويه الحمد لله خوتي. الحمد لله الله يحفظكم، الله يخلط عليكم. ما تديريكم اخوتي هادشي بيكم. انا كنت ضروري بيهم ما كاين والو، بالله وبيهم والله يخليك. الله يخلط لا بيكم ان شاء الله، ما كنتش نشري حتى شي حاجه. هات شريت ما هو الثلاجة جديدة خصها خوتي كلشي جديد، كلشي جديد. الله يخلف على اختي نادية، الله يقوي خيرها والله يقوي خيركم كاملين. كلكم تتعطيو لنا ديك البصيمة ديالكم والشهادة ديالكم تتعطيو لنا بوكسكم. هادو معيرقات، شريت جوج معيرقات صغار وشريتينا الكبار ومعيرقات كبار. عندناش كاع الكبار اخوتي قسما بالله. هذيك النهار درت الصدقة والله ما كبار. شتي با ما تيبغيش بقا هادي، تيبغى هذوك الجوال اللي عندك السبولة كبيرة. ها عمر يضرب ضربة وحدة بيها. شتي والله اخوتي إلا درت الصدقة والله ما لقيت. عندي غا 10 يا ربي بالرزق. شنو هادي؟ شنو هادي؟ العطرية ديال العطرية عندك؟ هذا نتوما الكوزين تي. هذا الشيء خصنا نديرو الكوزين تي. لا حتى دابا يلصقوا. يلصقوا تما. ماشي واخا هكاك ما عندك ما دير. والله تنعيش واخا دار الكرة تنعيش بحالي داري. ماشي لا لا دار ما تبغي تخوي راه تحيدي لبس تيكونوا هذيك الساعة بالسيبوية. حاجة كنت مني قلتي لي باش نبخر. مذهبين شكي دايرين؟ خويا من طنجة جا مذهبين جايب جنا واعرين شكي دايرين؟ الله يقوي خيركم، الله يخلف عليكم، الله يجعل ربي يحفظكم، الله يخليكم ليا، الله يطول لي في عمركم. امين. فرحة ديالكم اخوتي، انتم اللي فرحتونا وانتم اللي وليتونا هاد الشبكة. ما كانتش عندي كاع انتم الخيرات كلها منكم الحباب ديالهم. الله يجعل ربي يخليكم ليا. شنو هادي البيخة؟ بيخة
لا تيحطوا غير واحد الجبيره تيشعلوا ثلاثه الزنات تيحطوا شي هذا وعاد يديروا وهادشي اللي درنا معكم واول خلصه وحنا فرحانين بزاف وبغينا نفرحوا حتى والدينا والله يخليكم لينا وفضلكم وصلنا لهادشي وكنتمنى خوتي المشاهدين يزيدوا بزاف الحوايج مني انا خويا العربي ولكن فضلكم فضل الله غادي تحقق كنتمنى لكم التوفيق في وليداتكم والله يخليكم لينا وكنشكركم بزاف وكنشكركم بزاف اخوتي الله يجازيكم بخير الله يجعل ربي يوقف معكم في الدنيا وفي الاخره الا ما وقفوا معايا انا وخويا العربي الا ما عاونونا غير بالبصمه ديالكم وابوني ديالكم انا راه ما تنطلب منكم حتى شي حاجه تعاونونا بها غير ابوني وكومونتير زوين والمشاهده ديالكم باش ان شاء الله داك الشيء اللي من اختكم مريم وخوكم العربي يوصل وانا الا كنت عزيزه عليكم كتقولي لي اختي مريم عزيزه عليا هي تعاونوني هادشي ما كنطلب منكم تعاونوني غير بالمشاهده باش نحقق داك الشيء اللي في قلبي وبكم ان شاء الله وبالله وشكرا لكم بزاف ونتمنى تقبلوا علينا ان شاء الله ونعيطوا خصنا ضروري العائله كبالنا ما نعرفوش حنا دابا تركبوا ان شاء الله وثاني نشاركوهم معاهم ان شاء الله انا بغيت نركبوا ما نشاركو معاكم وهذا اللي تركبوا بلا جبتو كيتباع ندروك ندروك خلهم بخير دابا ديري لهم شويه نشاركو معاهم دابا ندير شويه دابا راه حتى شي نهار نطلبوا هذا حتى دابا بحال دابا بحال شي نهار زعما ان شاء الله عاوتاني في دماغهم من هنا تتحل كشي لهندا هنا تحط هذاك الشيء ديالك تشعل الفريز صافي تطلق يلا خوتي ما تكتبوا على البي والله ما نبيعش ثاني هاد الشيء هذا والقريعه د العطريه مكذبش عليكم قسما بالله راني كي قال هذا طبعا نعاودش مع ولادي لا عاوشني لا كنت القراعي ديال الجيج ديال الكوفيتي هما اللي كنت دايره فيهم اول مره بس سردتهم لي خصي سعيدة تحية ليها من هذا المنبر من فرنسا من فرنسا الله يجعل ربي يخلي لها بنيتها وليدها اللي كاع ما كتسدلها وخليها صحيح حتى هي اللي سردتهم لي وهذيك النهار طاحوا المريم زهقوا لها خوتي سرسوا بقاو ربعة الحبات منهم سردت مسكينة 10 بقاو منهم ربعة قلت لها لقاو الباس صبغة الصحة والسلامة دابا يتخلفوا والحمد لله انتم خلفتوهم لنا اللهم تعالى يعطيكم ربي الخير نتمنى لهم غير المشاهدة ديالهم وهادشي اللي كنتمنى لكم تفرحوا لي السي العربي وراه مازال خصو ان شاء الله يا ربي بالابوني ديالكم بالمشاهدة ديالكم ان شاء الله باش يدير مستقبلو باش يعمر بيته ان شاء الله تجي شي كي قال هادي شي فرصة زوينة الله يزين ايامكم باش يشري بيت نعاس لراسو باش يعاونكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اخر في التعرير اه صح يصاوبهم هنايا تيجيو عادي يصاوبوا هما عرفتي فين ديروا مريم هذوك ديروا من لهنا فهمتي مريم هذوك ما عندهمش الشبيكه دفعيني هذوك اخوتي ما عندهمش الشبيكه واش انا هرسو من خاطري وكتاب عليا اللهم تجيب الشاج لا تجيب بنادم كل حاجه تلست راه من البيت كلشي فيه تخلف والصحيحه ما كتخلف اخوتها هي رجلي دابا تخلفت لي فوالا شي تخلفهم كلشي تغداو ان شاء الله يا ربي هذيك الساعه نشاركوا معاهم اخوتي كنشاركوا معكم العزيز الغالي وكنتمناكم تشاهدونا وراكم مشاهدينا وعاونونا بالمشاهده ديالكم وبالابوني ديالكم اللهم تعالى يعاونكم الخير والتيسير يا ربي انا جبت منها جبت لك صغار وجبت لك كبار المرة زيدي ما هذوك السبوله الغارقين هذوك زوينين صافي انا اللي لقيتهم هذيك النهار كنت غنشريهم تلقي شنب تلقي بحال هادو وحدين اخرين صافي ان شاء الله الله يهبط فيك لقيت شنب الغارقين تنديرو السويديقه خوتي تخصك المعارك بزاف ملي كنت في الجامع خسرت الله عليا ولمو دابا ما هذاك النهار ملي جيت نعطي الدراري ياكلوا خوتي هادشي اللي تقديناه ونتمنى بغا تقبل علينا ومازال الخير قدام طراف درج ليكم مازال الخير قدام ان شاء الله الحمد لله اللي جاب قالك اللي جا القليل يجيب الكثير ان شاء الله مازال الخير قدام مازال فرحات هما ان شاء الله ان شاء
شاء الله يفضلكم نتوما بفضل الله ان شاء الله. مازال نفرحوا فرحات اللي ما كناش نتوقعوها. وشكرا لكم بزاف ونخليكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي. ونتمنى الفيديو يكون في حسن الظن ديالكم ويعجبكم. وحنا اللي درناه كنشاركوا معكم والله خوتي. وخا نشريو اي حاجه والله نشريو هذه البياسه هذه نشاركها معكم. علاش؟ حيت هذه البياسه اللي بفضلكم ما غاديش نساو خيركم. ما كانوش هما كاع ما غاديش نساو خيركم ولا ما عرفتش شنو. ما كاينش الخير غير ولاد الحرام. وحنا خيركم كثير علينا وكنتمنى لكم التوفيق لانتوما ولا وليداتكم ونخليكم على خير. وبسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.